السلام عليكم اعزائنا الكرام، اعزائي المشاهدين ومتابعين ابو بير ميديا في كل مكان، بنجدد التحيه مع حضراتكم. زي ما احنا شايفين انفجار في مطعم لذينه بمحافظه اسيوط، بالاخص في شارع فريال. زي ما احنا شايفين، زي ما بيقولوا المعنى الحرفي للناس طارت، وكمان العربيات انفجرت. هو ده فعلا اللي حصل النهارده، انفجار شديد كان داخل المطعم، ادى لانفجار كمان السيارات في الناصيه الثانيه، وكمان يعني زي ما احنا شايفين السيارات اتدمرت، الازاز بتاع كل السيارات اتدمرت، كمان في ناس طالها الدمار اكتر والعربيات كلها اتدمرت. بنتابع معاكم من ابو كبير ميديا الان من طبعا الحادث، زي ما احنا شايفين وزي ما احنا متابعين مع حضراتكم. شايفين الازاز اللي طبعا الانفجار من قوه الانفجار، ويعني قوه الانفجار، الانفجار يعتبر لو كان معدي حد في الشارع كان كمان كانت زي ما بيقولوا بمعنى الحرفي الناس طارت. نعم اهلا بحضرتك، انا كنت افتكر حضرتك مواطن، كنت اسالك لو هنا. لا لا خالص. طب ما فيش اي مواطن هنا واقف كان في المكان؟ زي ما احنا شايفين، شايفين قوه الانفجار، يعني قوه الانفجار يعني خلت حاجات كتير متطايره، ده بالاضافه كمان للنوافذ اللي في الدور الثاني انفجرت. يعني احنا بنحكي الان معاكم ومن الموقع الحادث، والمعنى الحرفي للناس طارت من الانفجار، ولكن هي يعني بفضل ربنا ما كانتش ناس، ولكن السيارات نفسها اللي في الشارع وعلى الناصيه الثانيه هي اللي يعني يعتبر طارت واتدمرت. وشايفين دمار كسر الزجاج على الارض. السبب هو انفجار انبوبه اسطوانه غاز. شايفين ادي الناصيه، ادي الناصيه بتاعت اللي فيها صف المطعم، وادي الناصيه الثانيه. ما زلنا متواجدين في مكان الحادث وبنتابع مع حضراتكم. طبعا من ضمن الاصابات ندعي لهم طبعا بالشفاء اولا. يقال البعض بيقول ان 15 و16 اصابه، منهم 6 اطفال، والبعض الاخر بيقول اكثر من 40 اصابه. لم يتم لحد الان معرفه عدد المصابين بالشكل الكامل، ولكن الحمد لله البعض بيقول برضه هنا ما فيش وفيات. احنا هنا متواجدين في فريال، ولكن المنطقة الناصية الثانية شارع محمود رشوان. هنا
زي ما احنا شايفين نتمنى للجميع السلامة، ونتمنى ان هم الجميع يخرجوا ان شاء الله من المستشفى بصحة وخير وسلامة. زي ما احنا برضو بتابعنا مع حضراتكم الاصابات، البعض بيقول 16 والبعض بيقول 17 والبعض الاخر بيقول اكثر من 40 شخص، ولكن كمان الحاجات الصعبة في الاصابات في 6 اطفال مصابين. كمان بيقولوا ان البعض بيقول ان هم في حالة متوسطة لحالة صعبة شوية. نتمنى ليهم السلامة ونتمنى يخرجوا بالسلامة. المكان ده فعلا في اسيوط نفسه بجوار مطعم استيكا، مطعم لافينا. قوة الانفجار كانت قوية للحد ان هي وصلت النصية الثانية، يعني شايفين انا بصور لحضرتكم الان النصية اللي هي بتاعت المطعم اللي هي في صف المطعم، هنقول لحضرتكم الان الصورة النصية المقابلة للمطعم وهي بهذا الشكل. الانفجار طال هذا المكان. الناس ابدت قالت انا ما كنتش اعرف، انا فاكر البعض قال ان احنا كنا نفتكر ان العماره بتقع فنزلنا طايرين، لقينا الانفجار. لما لقينا الانفجار لقينا العربيات كلها بدات تتدمر، الازاز بتاع العربيات بينفجر. الحماية المدنية ما زالت لحد الآن متواجدة. إيه هو اللي حصل؟ ما أنا قلت اللي حصل والله، قلت الانفجار في مطعم لافينا بجوار مطعم أستيكا. الانفجار أدى لوجود إصابات، 17 إصابة حتى الآن، منهم 6 أطفال. الإصابات فيهم أطفال، الست أطفال دول عفوا، الست أطفال دول طبعا بيقولوا حالتهم متوسطة لصعبة شوية. الناس طبعا سمعت صوت الانفجار فنزلت طايرة من العمارات بتاعتهم، هما يفتكروا الناس ان العمارات دي بتنهار او في او زلزال او حاجه زي كده، فالناس نزلت طايره. فطبعا لقيوا الانفجار من المطعم، ولكن احنا مش متواجدين المطعم من الناحيه الثانيه، كانوا بيقولوا هو بسبب انفجار انبوبه غاز وحريق. تمام اعزائي الكرام، شكرا ليكم وشكرا لحسن متابعتكم، نلقاكم في فيديو. ايه سبب الانفجار؟ سبب الانفجار انبوبة غاز، زي ما البعض ما زال بيقول لغاية الان انبوبة غاز. زي ما احنا شايفين الاهالي طبعا كانت في حالة ذعر شديد، لان هما يعني الاهالي اتخضوا قالوا زي ما احنا قالوا نفتكر العمارة العماير بتوع، يعني لان من قوة الانفجار وصلت لحد الناصية التانية. انبوبه داخل مطعم يعني. شكرا ليكم، نلقاكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.